السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم كيكة يومية رائعة جدا جدا، غزالة بنينة هشيشة كدب في الفم. كنتمنى إن شاء الله تجربوها. بالنسبة لهذه الكيكة هذه فيها تفاح الداخل، واللي حتى شي واحد ما كيعرف واش تفاح لأنه ما كيجيش باين، كيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم. شكرا بزاف على حسن المتابعه، وغادي نخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. غادي نحتاجوا 3 ديال التفاحات كبار مقشرين ومنقيين ومقطعين على جوج. غادي نديروهم في واحد الكاسرول، غادي نضيفوا لهم نص كاس ديال السكر ونص كاس ديال الماء، وغادي نديروهم على نار مجهده المدة ديال 10 ديال الدقائق. راه التفاح دغيا دغيا كيطيب، نصفيهم ونخليهم جانبا. نمشيو نوجدوا المقادير باش نصاوبوا لو كيك. غنحتاجوا جوج كيسان ديال الدقيق ديال العنبه، كنعمروا الكاس وكنبقاو كنتكيو عليه بحال هكا، ثم كندوزوا يدينا يعني ممسوحين ما يعادل 240 غرام يعني في المجموع. نصف كاس وافي ديال الزيت، زيت المائده، كأس ما يكونش عامر ديال الحليب ما يعادل 150 مللتر، 80 حتى 100 غرام ديال السكر ما يعادل كأس إلا الربع، 3 ديال البيضات، ساشي ديال الفاني، خميرة كيماوية من وزن 7 أو 8 غرام، 4 معلقة صغيرة ديال القرفة، 4 معلقة صغيرة ديال السكينجبير أو الزنجبيل، وقبصة ملح. عندي هنا تفاح اللي قطعته مربعات. واحد الماء غادي نديرو البيض ديالنا، غادي نديرو الفاني او بشور الليمون ولا حسب الذوق ديالكم، السكر، وغادي نطربوهم بطراب كهربائي حتى غادي يتضاعف الحجم ديالهم، وغادي يرجعوا لنا على هذا الشكل هذا. ثم غادي نضيفو الزيت ديالنا، وغادي نضيفو الحليب. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش طراب الكهربائي ممكن انهم يكتفيو بالطراب اليدوي فقط. المهم بعد ما تخلطوا لي العناصر مع بعضهم، غادي نحيد الطراب الكهربائي وغادي نخل جميع المكونات الجافه مع بعضهم، يعني الدقيق، السكينجبير، القرفه، الخميره الكيماويه، القبصه ديال الملح. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يديروا القرفه او السكينجبير، مع العلم انهم كيجيو رائعين وما كيجيوش باينين، فما يديروهمش، ما كاين حتى شي مشكل. صافي، غادي نبقاو كنضيفو الدقيق ديالنا منخول بهذا الشكل هذا حتى غادي نكملو الكميه كلها ديال الدقيق اللي عندنا. صافي، دونك هذا هو القوام ديال الكيكه ديالنا. غادي نوجدو واحد المول اللي دهناه بالزبده او بالزيت ورشيناه بالدقيق. غادي نديرو نصف كميه ديال خليط الكيك في الاول، غادي نسرحو مزيان حتى غادي يتغطى لنا القاع ديال المول. ثم غادي نديرو القليل من التفاح او نصف كميه ديال التفاح على الوجه، ثم نغطيوه بطبقه اخرى ديال الكيك، طبعا الطبقه اللي بقات لنا. صافي، غادي نبقاو كندوزو على هذا الشكل هذا حتى غنغطيو طبقه ديال التفاح. اللي ما عزيزش عليه التفاح وما كيبغيهش ممكن انه يعوضو اي فاكهه على حسب الذوق ديالو. غادي نسرحو مزيان بحال هكا، غادي نحاولو نديرو بحال هكا باش يكون مقاد. غادي نستفو التفاح ديالنا بواحد الطريقة اللي عشوائية. نديرو القليل من اللوز إفيلي إلا كان متوفر عندنا، إلا ما كانش التفاح راه كافي. إلا بغيتو ديرو مثلا زبيب، ولا بغيتو ديرو قرقاع، ولا بغيتو ديرو أي حاجة، لكم الاختيار. غادي نسخن الفرن ديالي من الاسفل فقط، وغادي ندير لو كيك ديالي في الوسط، حراره غير من الاسفل، درجه 180، وغادي نخليه يطيب لمده ديال 30 دقيقه. نتقرب 30 دقيقه، غادي نذوب واحد معلقه كبيره عامره ديال الزبده، ومنين غادي تذوب غادي نخلط معها جوج معالق ديال السكر وساشي ديال الفاني. اول حاجه كنقيسو داك لو كيك ديالنا، كنشوفوه واش قصح لينا من الفوق، يعني راه طايب ما بقالو الا يتحمر. صافي، كنجبدو، كندهنو بالخليط ديال الزبده والسكر والفاني مزيان هكذا على الوجه، لا منحاولو نتكيو بزاف. صافي، وبالنسبه لو كيك يعني راه طاب، انا قلت لكم ما بقالو الا يتحمر. هذه كتزيد لنا غير واحد القرمشه، كيجينا لو كيك رائع
صافي غادي ندخلوه للفرن اللي شعلت عليه من الفوق، هي على ما يتحمر من 5 حتى 10 دقائق. الشكل ديالو هو هذا، كنخرجوه كنخليه واحد 5 دقائق، كندوزو واحد السكين هكذا في الجوانب صافي، وكنقلبوه على واحد الصينيه، ثم كنقلبوه على الشبك. ملي كيبر تماما كنديروه في طبق التقديم وكنتناولوه بالصحه والراحه. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوا هاد لو كيك وتردوا عليا. شكرا جزيلا مره اخرى على حسن المتابعه، والى الفيديو اللاحق ان شاء الله.